سيداتي أنساتي سادتي، أهلاً وسهلاً بكم في جدار جبار. بكثير من الحماس دعونا نرحب بمقدم برنامجنا سعيد المعمري. مرحبا الساعة، أهلا وسهلا فيكم. نقول أهلا وسهلا ومرحبا الساعة فيكم مرة ثانية في هذه الأمسية المميزة والرائعة من جدار جدار جبار. اليوم بتكون مواجهة الليلة مواجهة شرسة بين النعومة والقوة، بين الاستراتيجية والعضلات، بين الشباب والبنات. إذا الأجواء بتكون مشتعلة، خاصة إن الفريقين بملابس الفضية بيوقفون اليوم في مواجهة الجدار. الفائز بيحصل على 30,000 درهم إماراتي، أما الخسران راح نرميه بحر. وعدنا بحر، عدنا هذه البركة الباردة. بداية خلنا نرحب بفريقي حلقة الليلة. الفريق الأول فريق لبناني، هن 3 طالبات من كلية الطب، ذكاؤهن حاد وحماسهن زي ما تشوفونها مشتعل. إنهم فتيات صغيرات لكن قوتهم العقلية ستساعدهم حتما على مواجهة جدارنا الكبير. ساندرا بعقل، جيسيا بمدر، ونادين زهار. نرحب بفريق طنجرة وغطاها. باين الحماس من أولها. الحين مع الفريق الثاني، فريق إماراتي، هم 3 من خيرة الشباب يلعبون الرجبي مثل ما تشوفون. قوتهم فائقة، عضلاتهم حاضرة لتحطيم أي جدار بيواجهونه. مهند ومحمد وشهاب شاكر، نرحب بفريق الجياد. أنا أحتاج مساعدتي سحر عشان أعرف أسوي مقالبي، تفضل يا سحر. ليد الفرس، خلينا نبدي معاكم شيء. ساندرا وجيسي ونادين، سؤال أول ما قريت هني أنا يعني عجبني الاسم طنجرة وغطاها، ليش؟ الشغلتين، أول شيء إنه نحن طنجرة ولقيت غطاها كثير بنتفق بين بعض، هي حتكون الطنجرة ونحن الغطا تبعها. طبعا خير، حتدخل بنتفق كل شيء. عجبني الفكرة. والله مرحبا الساعة. جياد ها؟ والرقبي، الرقبي مش منتشر عندنا في الإمارات لكن تلعبونها أنتم. خبرونا هاي الرياضة. كفخون الخلق أنتم تضاربونها. بصراحة بصراحة. لازم اللعبة تتطلب شيء، احنا تقريبا أول فريق إماراتي نلعب، نكون أول فريق إماراتي للركبي. ما شاء الله. والحمد لله شاركنا كذا بطولات. كفختوهم؟ قصدي غلبتوهم يعني؟ والله في بعض البطولات نعم طلعنا على المرة. وفي البطولات كفخوكم؟ إيه؟ يعني أهل تضرب وتنضرب لك الدنيا خير الحمد لله. طيب لعبتنا بسيطة وايد وايد وايد، اللعبة عبارة عن 5 مراحل مختلفة. كل المشتركين بيكون في المنطقة الحمراء منطقة اللعب، ولازم يمرون في الثقوب اللي يشكلها الجدار، ولازم ياخذون الشكل الهندسي اللي بيكون مرسوم على الجدار. أهم شيء ما تكسرون الجدار ولا يفركم الجدار في الماي. بكل فخر وبكل أمانة أنا راح أتطوع وراح أحط أنا هذه الدرجات، لذلك ولا نفس لما أقول شيء ولا غلطة. جاهزين؟ جاهزين. مستعدين؟ مستعدين. أنا بصراحة حاس الموضوع بعده مش معبي لي راسي. الماي هذا بارد ولا كيف؟ خلنا شوي نتأكد. يا سلام، مش بارد وايد وايد وايد، لذلك راح أحتاج إن سحر تجيب لي الثلج. سحر يبي لي ثلج لو سمحتي. ما بترومه ما عليه، جاي إنك يا سحر تعالي. روحوا بردوا لي الجو هني. شو عندك فيها ساندرا؟ سافا يا الشر اللي فيني صراحة، ما اعرف نفسي لهالدرجة. سحر يبي التمساح بعد. خلي التمساح مكانه، خلي التمساح مكانه. سحر تفضلي. شكرا سحر، ورانا شغل ورانا شغل. جاهزين؟ مستعدين؟ بداية رحلتنا مع المواجهة الأولى. إيه المكر والخداع، هذا من شيم جدارنا. راح نروح
لجدار مكار. هذا الجدار قمة في المكر وقمة في الشر. جدارنا وايد صعب. جدارنا هذا عليه 10 نقاط. راح نبتدي معاكم وتحملوا تطوحون في الماي لان بفضلي طبعا صار بارد وايد اكثر عن قبل. منو فيكم متحمس؟ كلنا. بتلعبين؟ بلعب. جاهزة؟ جاهزة. نادين تعال. لا نادين تعال انت روح لعبي. اطلقوا الجدار. لازم تاخذي شكل. نادين وقفت بحماس أمام جدار مكار وتآلفت معه فكانا سويا كطنجرة وغطائها. سبعة. سبعة. بس سبعة كم قلت؟ أربعة. يستاهلون صح؟ يستاهلون صح؟ لذلك نادين للأسف عناد فيكم 10 على 10. خير خير خير. بعدنا في أول اللعب. صفوا. لا في أول اللعب هدوا نفسكم. عندنا جياد هني ما شاء الله راح نختار الحين. مرحبا يا شاب. جاهز؟ جاهز. طافوا بعشر نقاط. روح الجواد الأصيل. أطلقوا الجدار. أيوة اتصرف. هذا برج خليفة معروف في دبي. لك تصور مع برج خليفة. تصويرك كيف راح يكون؟ شهاد من فريق الجياد أخرج المشهد السينمائي بأسلوبه الخاص جدا وسقط في الماء سقطة تراجيكوميدية. إنزين كم تستحق تشوف نفسك يعني؟ تكريم ولا استاهل؟ والله انك تستاهل طال عمرك. كم نعطيهم؟ صفر. والله كلامكم راح امشي عليه. صدقتم؟ لا طبعا. 4 نقاط تستاهلون. ايوه اوكي عندوني خذ راحتكم عندوني. انا احط النقاط. حلو. زين. راح نذكر بالدرجات. طنجره ولقيت غطاها 10 درجات. والزياد 4 نقاط. التقدم هني لفريق طنجرة وغطاها. راح نروح للمواجهة الثانية. أهلا وسهلا بجدار قهار. بتموتون قهر. ليش؟ جدار قهار يحب ياخذكم اثنين. صعب عليكم لا تكون فرحانين. قهار هذا بتموتون قهر. على قهار 20 نقطة. أيوة نادين طلعت أنت أول مرة صح؟ تبي تلعب مرة ثانية؟ إيه ليش لا؟ أوكي راح نختار جيسي ساندرا. تفضل. جدار قهار أطلقوا الجدار. يلا آخ منك يا قهار. لازم تسري حرف الخاء. اتصرفي حرف الخاء. اتصرفي. هو الصوت الذي أصدره جدار قهار عندما مرت منه جيسي وساندرا بسلاسة وقوة. وهذا الملاس اللي فيها داخل. آخ في اخطاء وايد سويتوها على فكره. 20 خطا. ايوه خطا. 20 على 20. ما شفت كيف عملنا هيل هيك وكله صح. الحين هذا حرف الخاء. بسالك سؤال جيسي. هذا حرف الخاء؟ ايه؟ ما في يعني انت انت, انت ما تكلمين عربي. ما تكلمين عربي. والنقطه شو النقطه؟ لا نقطه موجوده. عملت الخاء. الحين انت وايد تكلمين على فكره. ليش ما طلعتي مذيعه مش احسن؟ ما انا مذيعه. عفوا. راح اقسم منكم لذلك راح اعطيكم لا 20 درجه. Oh,
مسلسل مسلسل كرتوني قاعد. طن 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 طن. طيب شهاب انت لعبت عقب طحت الماي ها؟ ما شاء الله. مهند ومحمد تفضلوا. روونكم احسن من البنات. جياد رقبي اطلقوا الجدار. هذا قصر الامارات احلى فندق موجود عندنا في ابو ظبي. يا سلام بس تصرفون. انا ما عندي ما عندي قصور ولا مخبي من الشعار ولا كاساتي من بلور ولا جوابي ولا خدام. قصر الامارات تحول الى حطام عند محاوله مهند ومحمد المرور من الجدار. والأكيد أن الفندق الشهير لن يفتح أبوابه مجدداً لفريق الجيار. ها محمد شو السالفة؟ قصر الإمارات قاعد نبني فيه سنين يتخرف علينا في لحظة؟ كسرناه بدقيقة. بدقيقة؟ ما لازم الرقبي أنا قايل لكم. كم تتوقعون جايبين؟ توقع. بنات كم تعطيهم؟ 19 خمسة ها؟ 18 والله عايبني كلامكم ها؟ 18 ها؟ 19 ها؟ أنت ما راح أعطيك ولا نقطة، راح أعطيك 10 لذلك 10 من 20. النتيجة صارت الحين طنجرة وغطاها 30 والجياد 14. جدار جبار ينتظر الفريق الفائز الحين حد النتيجة معاه. فاصل ونعود لمتابعة المواجهات مع أصدقائي محتار وغدار وجدار وجزار والغالي على قلبي جبار. ورجعنا لكم في جدار حلو وعلى السريع للمواجهة الثالثة. أذكركم بالنتيجة طنجرة وغطاها 30 والجياد 14. أهلي خذوا الدرجات الكاملة من الجدارين. اللي عندنا مشكلة في الموضوع الحين في هذه المواجهة بدال جدار جدارين، جدار محتار وجدار غدار. صدق إنه اللي يختار أي جدار راح يقابل محتار ولا غدار، والفريق الثاني اكيد بيقابل الجدار اللي بقى. لذلك راح نروح الطنجره وغطاها ونسالكم تبون تقابلون محتار ولا غدار؟ تشاوروا بسرعه بسرعه. محتار 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 بسرعه محتار. يلا شو محتار 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 راح يسالكم سؤال يعطيكم عليه جوابين، خلف الجواب الصحيح راح تحصلون الباب الصحيح اللي يوديكم وتخترقون فيه، اما الجواب الخطا راح ياخذكم على طول للماي البارد والثلج اللي حاطنا. لذلك لازم تكون جوابكم وتكونوا جوابكم صح وتلميحاتكم صح. هذا الجدار عليه 20 درجة. اتفضلوا منطقة اللعب بسرعة. خليكم جاهزين. اطلقوا الجدار. بسرعة بدنا نقرب. أكلت فلفل أكلت فلفل فتفلفل فمي. كم فان في الجمعة؟